عزيزات الطالبات الصف الأول المتوسط، السلام عليكم. محاضرتنا اليوم راح نكمل ما تناولناه المحاضرة السابقة، lesson 8 page 11، a letter from Australia. قرأنا بالمحاضرة السابقة الرسالة الموجهة من صديقة هالة اللي اسمها كارين from Australia، وعرفنا مضمون الرسالة عبارة عن رسالة بادية من الجهة اليمنى بعنوان المرسل اللي هو الهاربر ستريت سيدني استراليا فار، ومن لاحظوا الفوارز أو علامات التنقيط، ومن ثم اسم المرسل إليه. وتناولنا بالخلال الرسالة كيفية سؤالها عن المدرسة، عن العراق، وطلبت صور إضافة إلى سؤالها عن الفود والسبير تايم. هنا عندنا بالاكتيفيتي بوك اون بيج، just a minute please. On page we have page 10. In page 10 we have C. Write a letter to Karen. Use your copy book. Paragraph 1. هذا الإنشاء هو المطلوب بالامتحان. كتبوا عليه إنشاء المطلوب بالامتحان. Paragraph 1. الجزء الأول من الإنشاء أو الرسالة راح تكون Thank Karen for her letter and tell her about your school. أشكري كارين عن رسالتها السابقة لك وأخبريها عن مدرستك. أما الفقرة الثانية فتتناول Answer Karen's question 2 and 4 and tell her something about Iraq. أجيبي عن أسئلة كارين حول العراق والعطلة. أما الجزء الأخير من الرسالة راح يتضمن Tell her about your holidays، أخبريها عن عطلك، or Tell her about your spare time and your favorite food، أو أخبريها عن أوقات الفراغ وطعامك المفضل. طبعا راح تكون لكم خلال الموقع بالتليجرام موجود عندكم صورة عن هذا الإنشاء راح أقرأه هسه. هذا راح يكون جوابك. بدايته الزاوية اليمنى عنوان المرسل، بالاعتبار هسه أنت ترسلين رسالة صديقتك كارين. إذا راح نبدأ بالعنوان 22 الزهور ستريت. لاحظي التنقيط مختصر ستريت نقطة ومن ثم فارزة. حتى لو عندك مجال لازم تنزلين اسم المدينة كوت فارزة، بما أنه خارج العراق نكتب العراق نقطة. شوفي حتى لو عندنا مجال لكن راح يكون بالتسلسل. عنوان الشارع المدينة ثم القطر أو البلد إذا كان خارج بلدك. نجي الزاوية اليسرى Dear Karen فارزة. علامة كابيتال لتر حرف كابيتال لتر ترك مسافة. Thank you for your letter. شكرا لرسالتك. I want to tell you أود أخبارك that I came back to school. بأني عدت إلى المدرسة last month. الشهر السابق. After a nice holiday. بعد عطلة جميلة in the north of Iraq. في شمال العراق. Iraq is a nice country. العراق هو بلد جميل. There are many places to visit. وهناك أماكن عديدة لزيارتها. And there is a big museum. وهناك متحف كبير. In Baghdad, في بغداد. Iraq people are very kind and helpful. الشعب العراقي أو الناس في العراق هم طيبون ومساعدون. I can send some photographs. ممكن أن أرسل لك بعض الصور. Iraqi people are very kind and friendly. أيضا وصف آخر للناس إضافة. تقدرين هنا بهاي واحدة جملة أو تقدرين تكرريها هاي مرتين هاي. Here everyone likes dolma and مزقوف. هنا ذكرت لها الأكلات العراقية المشهورة اللي هي الدولما والمزقوف. طبعا الأكلات مثل أسماء العلم تلفظ كما هي دولما and مزقوف. Bye for now. إلى اللقاء أو وداعا حاليا فارزة. لاحظي
تي هنا نهاية سطر نقطة، هنا فارزة اسم هدى اختارت هنا، أو اسم أحد يعني الطالبات إذا هاد، لكن الأفضل يكون إنشاء موحد. لاحظي خلال الإنشاء وفرنا اللي طلبها من عندنا اللي هي شكرها على الرسالة، إخبارها عن المدرسة، عن العطلة، وعن الفوتوغرافس أو اللي طعامه مفضل. أوكي ثانك يو. عزيزاتي الطالبات، أيضا in page 9 we have A, active A. Karen asks 6 questions in her letter. Try to write them. Don't look at your student book. المطلوب هنا مطينة title للمواضيع، المطلوب كتابة طالب يكتب السؤال المذكور بالرسالة. Number 1 back at the school. هنا خلال القطعة Karen سألت إنه Are you back at the school? Are you back at the school now? 2 عن المتحف، سألتنا is there one in Baghdad؟ هل هناك يوجد متحف في بغداد؟ لأن هناك تسلسل كلام، فما ذكرت one تشير إلى الميوزيوم هنا. Favorite food, what is your favorite food? Some photographs، ذكرتنا can you send me some photographs? 5 in the holiday, what did you do in the holiday؟ ماذا تفعل في العطلة؟ 6 spare time, what do you do in your spare time؟ خلال هاي الجمل او الاسئلة استخدمنا انواع مختلفة من الاسئلة. Are, is, and can سموها short question، استخدام افعال مساعدة وذلك للتأكد من حدوث الفعل ام لا، يعني يكون جواب yes او no. Are you, is there, can you؟ اما what فهي اداة السؤال تستخدم للسؤال عن اشياء غير عاقلة، لكن هنا استخدم what is your favorite food، استخدمنا is، هنا did، هنا do. إذن حسب زمن الجملة نستخدم الفعل المساعد. do is للمضارع، do إذا مضارع بسيط، is للتفضيل، و did للماضي. لكن عند الجواب تحذف what.